انطلقت فعاليات معرض معا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال الفنية في دورته الثانية، ده طبعا بجانب تقديم حفلات فنية وثقافية واللي بيتم تنظيمه بمقر بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية. المعرض بيضم مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية وكمان اليدوية من صنع أبطالنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وكمان المشغولات دي بتشمل عدد كبير من الفنون زي بقى رسم ونحت وخياطة وخزف وصناعة أساس، حاجات كتير جدا وكلها معمولة بمنتهى الفن. خلينا نتابع أكتر التفاصيل مع المهندس هيثم مهيب مدير بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية. يا باشمهندس صباح الفل عليك. صباح الخير، اهلا بيك. اهلا وسهلا. لما نيجي نتعرف على تفاصيل المنتجات اللي بيشمل عليها معرض معا في دورته الثانيه. طبعا الدوره الثانيه دي ثاني سنه على التوالي نعمل معرض معا. طبعا كانت دوره ناجحه الدوره الاولانيه، بس الحمد لله الدوره الثانيه انجح وتنظيم افضل بشهاده الحضور والعارضين. بيشارك معانا الدوره ديت 25 عارض من مجالات مختلفه من الفنون. طبعا جهزنا له قبلها بفتره، من حوالي شهرين بنجهز، عملنا مجموعه من الدورات وورش العمل الخاصه لذوي الهمم اللي يعني نشطتهم وعملت يعني زخم في المعروضات بتاعتهم، ولقينا طبعا افضل العناصر اللي شاركوا معانا برضو السنه دي في معرض معانا. عظيم. طيب باشمهندس، يعني احنا شفنا وتابعنا كتير من المعارض وبنشوف كمان يعني تمكنهم كمان، يعني احنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب كان في جناح خاص لذوي الهمم، هذا الجناح كان فيه مجموعة كبيرة من ذوي الهمم وكانوا عارضين مشغولات يدوية كلها غاية في الروعة وغاية في الدقة والإتقان. ازاي بيتم اختيار العارضين المشاركين في مثل هذه المعارض؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك كان في مجموعة من الورش والدورات التدريبية، بالإضافة ان احنا كان في مجموعة كبيرة شاركوا معانا او من خلال الاعلان اللي قدمناه على مكتبه اسكندريه قدمته. تمام. شارك معانا مجموعه كبيره، احنا اخترنا افضل العناصر اللي بيتميزوا بالحرفيه والجوده في فن العمل نفسه، واديناهم فرصه ان هم يعرضوا المعروضات بتاعتهم معانا. طبعا كل ده طبعا بتجهزه مكتبه اسكندريه مجانا لاخواتنا من ذوي الهمم. كل التجهيزات والمكان نفسه والدعايه كله، بالاضافه ان احنا برضه في نوع من انواع الدعم، بنقدم بعض العروض الفنيه يوميا عشان يحضر مجموعه كبيره من الجمهور ويشوفوا الشغل الجميل بتاعهم اللي هم مقدمينه السنه دي. طيب عدد المشاركين تقريبا وصل لكام؟ وكام منهم من المشاركين الدائمين وكام منهم اول مره يشاركوا؟ طبعا معانا السنه دي حوالي 25 عارض، السنه اللي فاتت كانوا حوالي 16، ففي حوالي يعني 9 جداد، بالاضافه طبعا اللي كانوا مشاركين من مؤسسات او افراد المؤسسات حاولوا برضو يعني السنه دي المشاركين غير اللي كانوا مشاركين السنه اللي فاتت، بحيث يبقى في فرصه لاكبر عدد ان هو يشارك في المعارض دي. عظيم. جميل ان كل معرض بيتطور عن المعرض اللي قبله في النسخ السابقه يعني، وجميل كمان انه بنختار الناس اللي بيشاركوا في هذا المعرض بحيث ان يبقى الكل شارك، واعتقد ان احنا برضو سنه عن سنه الموضوع بيختلف، فبالتالي ممكن السنة الجاية يكون مثلا مساحة المعرض أكبر شوية، عدد الأيام بتاعت المعرض أكبر، فنحتاج عدد أكبر من العارضين. بالظبط، وده اللي فعلا بدأنا نشتغل عليه من دلوقتي، إن احنا نجهز المعرض اللي جاي بحيث يبقى العدد أكبر والفترة نفسها تقعد أكبر عشان يقعدوا أكبر فترة ممكنة ويبقى أكبر عدد ممكن يشارك معانا. طب احنا مدة المعرض الحالي قد إيه؟ هي 3 أيام من الخميس للسبت. النهارده طبعا الختام هيكون معانا بالليل في عرض فني برضو مصاحب للمعرض عن السيره الهلاليه. طبعا وبرضو من خلال برضو الجمهور ان يجوا يتفرجوا على المعروضات بتاعتهم الجميله ويتبسطوا برضو معانا بالعروض الفنيه اللي بتقدمها مكتبه اسكندريه. هم اللي هيقدموها برضو العروض دي؟ هم اللي هيقدموها؟ لا، العروض دي بتبقى فرق يعني فرق معروفه وكده، بحيث يبقى ليها جمهور عشان الجمهور نفسه ده يعمل زي زخم للمعرض كمان. تمام. ده برضه بيختلف عن السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت كان في بعض الحفلات لذوي الهمم، دي بقى اشتغلنا عليها بقيه السنه وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في عروض كتير فيهم خلال السنه. هل بيبقى في معسكرات مثلا بتتعمل للشباب مده معينه يقدروا يطلعوا منها انتاجهم؟ هل في حاجه كده بتتعمل او ميعاد بيبقوا متفقين بيقعدوا يشتغلوا فيه، جربوا انهم ينسقوا انهم يشتغلوا حاجات مع بعض، ولا كل واحد بيعرض بشكل فردي؟ لا، احنا الاول قعدنا شهرين كان في مجموعه من ورش العمل ودي نقينا منها من خلالها يعني افضل العناصر، بالاضافه طبعا المعرض نفسه بيديهم فرصه ان هم يتبادلوا الافكار والخبرات
وبيعمل نوع من انواع التواصل بينهم وبين بعض، ان هم ازاي يقدروا يمزجوا الحرف مع بعض وازاي يطوروا من الفنون بتاعتهم وقدراتهم. عظيم، كله من اسكندريه؟ كل المشاركين من اسكندريه؟ لا، من مختلف المحافظات. طب كويس قوي، يعني ده حاجه بتقام كمان يعني على هامش موسم الصيف، وان لسه يعني الصيف ما خلص. بالظبط. جماهيريا بقى يا باشمهندس، احنا ازاي بنعمل دعايه اكبر للمعرض؟ طبعا عملنا دعايه كتيره من خلال الفيسبوك، من خلال طبعا اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الميديا، من خلال الصحف. فلا وكمان بقول لحضرتك الحفلات دي بتزود عدد الاقبال بكميه كبيره يعني. عظيم. كل شكر ليك يا فندم المهندس هيثم مهيب، مدير بيت السناري التابع لمكتبه الاسكندريه. الف شكر لحضرتك.